بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. باب العرش والكرسي. هذا الباب من الكافي الشريف يتضمن بعض الأحاديث التي هي تفسير لبعض الآيات القرآنية حول العرش والكرسي. هناك آيات فيها كلمة العرش وأن لله سبحانه وتعالى عرش، الرحمن على العرش استوى، وقد مر في بعض الحلقات الماضية بيان معنى هذه الآيات. وكذلك ورد في بعض الآيات كلمة الكرسي كقوله سبحانه: وسع كرسيه السماوات والأرض. فهذا الباب حول الأحاديث التي جاءت في تفسير هذه الآيات ودفع بعض الشبهات. أولا، قبل أن ندخل في هذه الروايات، نبين بشكل إجمالي معنى العرش والكرسي. للعرش معاني مختلفة، وقد ذكرت هذه المعاني في الروايات، من جملتها روايات هذا الباب. المعنى الأول: هناك جسم خلقه الله سبحانه وتعالى، هذا الجسم محيط بكل الكون أجمع، يعني جميع هذا الكون، السماوات السبع وما فيها وما بينها، هذه داخل جسم آخر، هذا الجسم هو العرش، فهو جسم مادي أحاط بالوجود أجمع وجعله الله سبحانه وتعالى مركزاً لصدور القرارات والإرادة التشريعية أو التكوينية، وشرف هذا المكان بأن نسبه إلى نفسه، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، عرش ربك. كما أن الكعبة هي بيت الله، ليس بمعنى أنه يسكنها والعياذ بالله كما نسكن نحن في بيوتنا، كلا، وإنما بمعنى أن الله سبحانه وتعالى شرف هذا البيت بأن نسبه إلى نفسه. كذلك الله سبحانه وتعالى شرف هذا الجسم المادي الذي خلقه وجعله محيطا بالعالم كله، شرفه بأن نسبه إلى نفسه وجعله مصدرا لصدور أو مركزا لصدور القرارات بالإرادة التشريعية أو التكوينية. هذا المعنى الأول للعرش، وبعض الآيات القرآنية يراد بها هذا المعنى، وكذلك بعض الروايات. المعنى الثاني، وهو معنى مجازي، أن يراد بالعرش السلطة والملك. الله استوى على العرش، يعني سيطر على الملك في كل الوجود بأجمعه، كما نقول مثلا إن فلان وصل إلى عرش الرئاسة. لا يوجد هناك عرش مادي، مثلا مكان مرتفع، منصة هي مركز للرئاسة، قد يكون ذلك، لكن المقصود المعنى المجازي، يعني هذا سيطر على مقاليد الأمور. الله سبحانه وتعالى مسيطر ومهيمن على الوجود أجمع، له مقاليد السماوات والأرض. هذا المعنى الثاني للعرش، وقد مر سابقا في آيات الرحمن على العرش استوى
أحد المعاني في هذه الآية هو هذا، أن الله سبحانه وتعالى مالك ومهيمن على الوجود. المعنى الثالث للعرش هو العلم، وهذا تأويل لكلمة العرش، العلم الذي حمله الله سبحانه وتعالى لبعض أوليائه، وقد ذكر هذا المعنى مجموعة من المفسرين منهم الزمخشري في تفسير الكشاف، وأيضا في بعض الروايات من جملتها الروايات الموجودة في هذا الباب إشارة إلى هذا. إذن المعنى الأول هو المعنى الحقيقي للعرش، وهو الجسم المادي المحيط بالعالم كله بالوجود كله، وجعله الله سبحانه وتعالى مركزا لإصدار إرادته. المعنى الثاني وهو المعنى المجازي، وهو السلطة، العرش بمعنى السلطة والهيمنة على الوجود بأسره. المعنى الثالث هو تأويل للكلمة، وهو العلم، العلم الذي حمله الله سبحانه وتعالى لبعض أوليائه، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، يعني الله سبحانه وتعالى يفيض ذلك العلم على من يريد. الله سبحانه وتعالى علم آدم الأسماء كلها، أفاض علم الأسماء إلى آدم، ولم يفض ذلك العلم إلى الملائكة، ولذلك عندما أراد أن يبين فضيلة آدم عليهم قال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. وكذلك العلم الذي يفيضه الله سبحانه وتعالى على أنبيائه عبر الوحي، الله سبحانه وتعالى يفيض إليهم ذلك العلم، وكذلك أوصياء الأنبياء. وتارة يكون هذا العلم الواسطة، يعني الله سبحانه وتعالى يأمر جبرائيل بإنزال ذلك العلم إلى أنبيائه عليهم الصلاة والسلام. فهذا أيضا بالنسبة إلى كلمة العرش. ثم بعد ذلك ننتقل إلى كلمة الكرسي: وسع كرسيه السماوات والأرض. الكرسي أيضا له معان ثلاثة كمعاني العرش. المعنى الأول جسم محيط بالوجود، ولكن يختلف عن العرش. العرش هو الجسم الذي يحيط بكل الوجود، والكرسي في درجة بعد العرش يحيط بكل الوجود. جسم مادي وهو محاط بالعرش، يعني العرش فوقه يحيط به، وهذا الجسم المادي الذي هو الكرسي محيط بالوجود أجمع. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني الملك والسلطة: وسع كرسيه السماوات والأرض، بمعنى أن سلطة الله سبحانه وتعالى وهيمنته وسعت كل الوجود. وأيضا العلم أيضا يعبر عنه بالكرسي. فإذن العرش والكرسي كل واحد منهما له معان مختلفة، وفي طي أحاديث هذا الباب سنشير إلى بعض تلك المعاني. الحديث الأول في هذا الباب: جاء الجاثليق. الجاثليق هو كبير النصارى، لعله يرادف في مصطلح هذا العصر الكاردينال، لعله، أو هو كلمة ومنصب للنصارى الشرقيين لا النصارى الغربيين. الجاثليق جاء إلى أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، لأنه أمير المؤمنين عندما جاء إلى الكوفة واستقر فيها
كان في أطراف الكوفة يهود ونصارى. الآن قرب مدينة الكوفة حوالي تبعد عنها 30 كيلومتر أو أقل يوجد قبر نبي الله ذي الكفل، معروف في العراق يسموه تشفل. نبي الله ذو الكفل هو من أنبياء بني إسرائيل، فمدفون في هذه المنطقة. ولذلك من قديم الزمان إلى قبل 60 عاما كان بعض يهود العراق يسكنون في هذه المنطقة وهي قريبة إلى الكوفة، إلى أن تأسس الكيان الصهيوني وهاجر كلهم إلى فلسطين. ولحد الآن حسب المنقول توجد قبور بعض حاخاماتهم الكبار هناك. على كل حال هذا بالنسبة إلى اليهود. وكذلك النصارى كانوا متواجدون أيضا، باعتبار أن الحيرة كانت مدينة نصرانية قبل الإسلام، والحيرة تقع في جنوب النجف الأشرف، وحسب المنقول الآن هي متصلة بالنجف باعتبار التوسعة السكانية. منطقة في جنوب النجف، الجنوب الغربي للنجف، تسمى أبو صخير وبجانبها الحيرة، كانت مركز للنصارى أيضا. وأيضا كانوا يعيشون في أماكن متفرقة في العراق. فعلى كل حال وهم أهل ذمة، بالنتيجة أهل الذمة حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فإذا أعطوا الجزية والتزموا بشروط الذمة على الحكومة الإسلامية وعلى المسلمين أن يراعوا ذمتهم ويدافعوا عنهم. فالجاثليق وهو كبير النصارى جاء إلى أمير المؤمنين، وهناك روايات كثيرة في لقاء أمير المؤمنين ومناظراته مع كبار الأديان والمذاهب. فهنا جاء يطرح شبهة أو سؤال. السؤال: أنتم تقولون بأن الله حامل كل شيء، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا، هكذا تقولون. فالله سبحانه وتعالى عندكم معاشر المسلمين حامل كل شيء بقدرته، ولكن من طرف آخر أنتم تقولون في كتابكم: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. كأنه الجاثليق تصور أن العرش كما يتصور مجسمة هذا الزمان، أن الله سبحانه وتعالى جالس على العرش هكذا يتوهم، وهؤلاء 8 من الملائكة حاملين العرش، فمعنى ذلك أنهم حاملين الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله. فكيف تقولون بأن الله حامل كل شيء مع أنه محمول على العرش؟ هذه أصل الشبهة التي طرحها الجاثليق. فالإمام عليه الصلاة والسلام أجاب هذه الشبهة مع بيان جملة من المعارف، وهذا الحديث من أجل الأحاديث التي فيها إفاضة في المعارف الإلهية التي صدرت من أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. حاصل الجواب بشكل مختصر أن الله ليس جالسا على العرش بالجلوس الحقيقي، الملائكة يحملون العرش، هناك غير الملائكة يحملون العلم في تأويل الآية، لكن ليس معنى ذلك أنهم يحملون الله سبحانه وتعالى، لأن الله ليس بجسم وليس له مكان، وقدرته محيطة بكل شيء، لا يحتاج إلى أن يحمله أحد، ولا يمكن ذلك لأنه ليس بجسم. فإذن الخلط في ذهن ذلك الجاثليق بسبب عدم فهمه للآية الشريفة، وإلا حسب فهمه الإشكال يكون وارد، ولكن فهمه خاطئ. وإلان أنت لمجسمة هذا الزمان اذكر هذا الأمر، أنه معنى ذلك أن الملائكة حاملين الله سبحانه وتعالى فيضطربون في الجواب. هل الله يحتاج إليهم؟ هل لهم من هذه القدرة
بحيث أنه يتمكنون من حمله. فهنا تجي ويبدأ مغالطاتهم والتلاعبهم بالألفاظ بحيث أنه يهربون عن الإجابة. لكن حينما استقيت معارفك من عدل القرآن، يعني أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، وهم فسروا لك القرآن وبيّنوا متشابهات القرآن وبيّنوا مواطن التأويل، حين ذاك جميع الشبهات تنحل ولا تبقى شبهة، لأن الإسلام دين الحق، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، لذلك لا يوجد باطل فيه بحيث يتمكن أهل الباطل من إثارة إشكال، وكل ما يثيرونه حجج داحضة. هذه الشبهات بطلانها واضح ومبين. فإذا سأل الجاثليق، وهو كبير النصارى، أمير المؤمنين عليه السلام الإمام عليا، وقال: أخبرني عن الله عز وجل، يحمل العرش أم العرش يحمله؟ إذا تقول يحمل العرش، الآية تقول: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، كلامك يخالف هذه الآية. وإذا تقول العرش يحمله، أنت لا يمكنك أن تلتزم بذلك، لأن الله حامل كل شيء، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. فإذا تناقض في عقيدتك. هذه الشبهة التي طرحها الجاثليق. فقال أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام: الله عز وجل حامل العرش، يعني يمسكه بحيث أنه لا يسقط لا يتهاوى، وليس العرش فقط، جميع الوجود من السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما، ما بين السماوات والأرض من النجوم والكواكب وما إلى ذلك، وما فيهما يعني في الأرض مثلا، في السماوات، أي شيء موجود، الله سبحانه وتعالى كله ممسكه بقدرته. والله سبحانه وتعالى جعل قوانين، هذه القوانين الطبيعية الموجودة، يعني الآن العلم الحديث اكتشف جملة من هذه القوانين الطبيعية، أن الشمس لها جاذبية تجذب الأرض، الأرض تدور حول نفسها تفر من الجاذبية، فهذا سبب توازن بحيث لا الأرض تبتعد ولا هي تقترب إلى الشمس، إذا ابتعدت الحياة تنعدم، إذا اقتربت إلى الشمس الحياة تنعدم. هذه مجموعة من القوانين الطبيعية، وكذلك تأتي في الأرض في السماوات مجموعة من القوانين، العلم الحديث يكتشف بعضها بالتدريج. هذه القوانين ليست بالذات، وإنما جعلها الله سبحانه وتعالى. لذا الآية تقول مثلا في سورة الملك بالنسبة إلى الطيور، هذه تطير بين السماء والأرض، الآية تقول: ما يمسكهن إلا الرحمن. لماذا هذه لا تسقط على الأرض؟ الله يمسكها. كيف الله يمسكها؟ عبر القوانين التي جعلها الله سبحانه وتعالى، جعل قانون الجاذبية وجعل الطاقة، يمكن لهذه الطاقة أن تحتوي على قانون الجاذبية، بكيفية خلق هذه الطيور بحيث تتمكن من الاستفادة من الهواء ومن التوازن، فتطير حسب الطاقة التي تستهلكها عبر تحريك الأجنحة والذيول مثلا. طبعا هذا هو ظاهر هذه القوانين الطبيعية، هناك قوانين غيبية هي مهيمنة على هذه القوانين الطبيعية. الله سبحانه وتعالى كلف الملائكة يدبرون الأمر، والمدبرات أمرا، هذه الملائكة هي الواقع في كل هذا الكون وتدبير أموره، القوانين الطبيعية هي ظاهر، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. مثلا حينما واحد يرمى بطلقة على رأسه، هذه الطلقة بمجرد أن تصيب رأسه يموت. هنا القانون الطبيعي أنه تهشم الجمجمة والمخ سبب للموت، هذا هو القانون الطبيعي وجعله الله سبحانه وتعالى. لكن العلة الواقعية هي الوفاة الذي
توفاه الله سبحانه وتعالى، الله يتوفى الأنفس، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، توفته رسلنا. الله يأمر ملك الموت عزرائيل، ولعزرائيل أعوان. هذا هو الواقع في الموت. القانون الطبيعي هو الظاهر. إذا أنت عندما واحد يموت تسأل الطبيب شنو سبب الوفاة، يذكر لك القانون أو العلة الظاهرية، أنه أصيب بسكتة قلبية أو أصيب بحروق أو أصيب بكذا أو بكذا أو بكذا فمات. لكن الواقع هو الموت بسبب قانون غيبي اللي هو توفي الله سبحانه وتعالى لروح هذا الشخص. ولذلك في جهنم ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت. لماذا؟ لأن القانون الطبيعي لا يمكن أن يتعارض مع القانون الغيبي. الله سبحانه وتعالى هذا الإنسان الذي هو في جهنم لا يقبض روحه، فلذا يحترق. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. ويأتيه الموت من كل مكان لكن وما هو بميت، لأن الله لم يتوفاه. نار إبراهيم على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام، هذه النار هي نار حقيقية كانت، لذلك أي واحد كان يقترب إليها كان يحترق. لا أنها لم تكن نارا حقيقية، لا، نار حقيقية كانت، لكن سبب الاحتراق هي إرادة الله سبحانه وتعالى حسب قانون التوافي، أو بالتوافي عادة الله جرت. الله سبحانه وتعالى لم يشأ غيبيا الاحتراق، لذلك لم يحترق إبراهيم. أما في سائر الموارد، أنت أي شيء تلقيه في النار، النار هي السبب الظاهري للاحتراق، ولكن السبب الواقعي هي إرادة الله سبحانه وتعالى في احتراق ذلك الشيء. على كل حال، فإذن الذي يحمل السماوات والأرض هو الله سبحانه وتعالى، هو الذي يمسكها، فليس هو محمول. الإمام أمير المؤمنين يقول: الله عز وجل حامل العرش والسماوات والأرض وما فيهما وما بينهما، وذلك قول الله عز وجل. يستشهد بآية من القرآن: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. إن الله يمسك يعني يحفظ السماوات والأرض، يحفظها من أن شيء، أن تزولا يعني لكي لا تزول، أو كراهية أن تزول. زين، هذا ليس معناه أنه الله سبحانه وتعالى أجرى هذه القوانين فإذا تركها القوانين تستمر، لا، هنا علة محدثة ومبقية. هذا مو مثل بناء يبني دارا ثم بعد ذلك البناء يموت، مئات الأعوام يمر على موته والبناء قائم. هذه الآثار نراها، مئات الأعوام قائمة مع أن الذي بناها ميت ولا يوجد. السماوات والأرض ليست كذلك، كما أن الله أوجدها بقاؤها أيضا من الله سبحانه وتعالى، عكس ما يزعمه اليهود. وقالت اليهود يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. كما أن الله أوجد السماوات والأرض، بقاؤها أيضا من الله سبحانه وتعالى. ولئن زالتا يعني تركها الله سبحانه وتعالى، تركهما السماوات والأرض حتى زالتا، هل هناك موجود آخر يتمكن من حفظ هذه السماوات والأرض؟ كلا، الله هو وحده. ولئن زالتا إن أمسكهما، أي إن نافية، يعني لا يتمكن من إمساكهما من أحد من بعده، يعني بعد الزوال أو من بعد الله سبحانه وتعالى، لا يمكن ذلك. إنه كان حليما غفورا. هنا إنه كان حليما غفورا في نكتة أدبية بلاغية طريفة ولطيفة. واحد يسأل شنو ربط الحلم والغفران بإمساك السماوات والأرض؟ هذه إشارة إلى أنه بعض ذنوب الخلق هذه لعظمتها إلها قابلية لإزالة السماوات والأرض. كبرت كلمة تخرج من أفواههم،
أو في آية أخرى الله سبحانه وتعالى يقول ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة. بعض الذنوب إلها اقتضاء إزالة الأرض، إزالة السماوات. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، لكن الله سبحانه وتعالى بحلمه وبغفرانه جعل مانع أمام هذه الذنوب من أن تهدم نظام الكون، لأن الله سبحانه وتعالى حكيم. وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. بعض الذنوب يمكنها أن تكون كالقنبلة الذرية بل أكبر وأكثر تأثيرا، لكن حلم الله وغفرانه سبب أن هذه الذنوب لا تهدم نظام الكون، إنه كان حليما غفورا. زين، فالإمام قال بأن الله هو الذي يمسك وهو الذي يحمل السماوات والأرض وليس هو محمولا. هنا الجاثليق يجي يستشكل، يقول آية أخرى تقول ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية في سورة الحاقة، يحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. فهنا الإمام عليه الصلاة والسلام يقول يحمل عرش ربك ولم يقل يحمل ربك. أنت لا تتوهم أن الله جالس على العرش، هذا توهم غير صحيح. لا، يحملون العرش لكن العرش مخلوق، مخلوقات هي الملائكة، ثمانية منهم يحملون مخلوقا آخر هو العرش، كما أن الكعبة هي بيت الله وهي مخلوق لله سبحانه وتعالى، بناها إبراهيم وإسماعيل، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا. هذا ليس معناه أن الله احتاج إليهما، كلا، وإنما الله سبحانه وتعالى الكعبة مخلوقة له وأمر مخلوقين له هما إبراهيم وإسماعيل أن يبني هذه الكعبة، فنفذ إرادة الله سبحانه وتعالى. هؤلاء الملائكة يحملون العرش، هذا الجسم المادي، ذكرنا أنه القوانين الطبيعية هذه ظاهر من باب القضية الاتفاقية، الواقع هي إرادة الله التي ينفذها عبر الملائكة ويدبرون الأمر. هذا المعنى التفسير للآية، يحملون هذا العرش وليس الله جالسا على ذلك العرش. وأما تأويل الآية فالعرش هو العلم، والله سبحانه وتعالى حمل العلم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، حمل ذلك العلم إلى ثمانية، أربعة من المتقدمين وأربعة من المتأخرين، هذا سنصل حديثه إن شاء الله في القريب العاجل، يعني أربعة قبل النبي محمد صلى الله عليه وآله، وأربعة هم النبي محمد وأوصياءه يحملون العلم. فليس في ذلك، لا في تفسير الآية اللي حمل ثمانية من الملائكة العرش، ولا في تأويل الآية وهو حمل ثمانية من الأنبياء والأوصياء العلم، ليس في ذلك حمل لله سبحانه وتعالى، بل تنفيذ لإرادة الله سبحانه وتعالى. قال فأخبرني عن قوله ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، فكيف قال ذلك؟ أنت تقول أنه ليس بمحمول، فكيف هذه الآية؟ فقال أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام إن العرش خلقه الله تعالى من أنوار أربعة. الله خلق العرش فالعرش مخلوق، وهذا المخلوق يحمله مخلوق آخر، أي مشكلة في ذلك؟ أفرض مثلا هذا الكتاب مخلوق، أنا أيضا مخلوق، أنا مخلوق أحمل هذا الكتاب، شنو المشكلة في ذلك؟ وإذا كان تنفيذ لأمر الله سبحانه وتعالى، إبراهيم وإسماعيل يحملان أحجار الكعبة
أحجار الكعبة مخلوقة يحملانها بأمر الله، يحملانها بأمر الله سبحانه وتعالى، شو المشكلة في ذلك؟ لا تتوهم أن الله هو الذي جالس على العرش فيكون محمولا، كلا، هذا ليس، الآية لم تبين ذلك، لم تقل أن الله محمول، بيّنت أن العرش محمول. ثم الإمام يبين أن العرش كيفية خلقه ومعنى العرش الحقيقي والتأويل في ذلك، هذا نتركه إلى حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.